أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم شيب ديكشن الكشف عن السفن، وذلك ضمن الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي Artificial Intelligence والتعلم العميق Deep Learning. فقمنا في الدرس الماضي بكتابة بعض التوابع والخوارزميات الخاصة بتحليل عمل الميثود RLE Run Length Encoding، والتي تحتوي على المعلومات الخاصة بهذه السفن وتموضعها في الصور نسبة إلى قيم البكسلات وتكراراتها. فمثلا قمنا هنا بكتابة هذا التابع والذي يبين مكان سفينة واحدة، وبعدها قمنا هنا باستدعائه ضمن هذا التابع من أجل الكشف عن جميع هذه السفن في الصورة. فهنا قمنا بتطبيق RLE لسفينة واحدة، وقمنا هنا باستدعائه على فول ماسك لصورة تتضمن أكثر من سفينة كما هو موضح. سوف نكمل في هذا الصدد ونقوم بإنشاء المزيد من هذه التوابع لضبط هذه المعلومات التي سوف نقوم باستخدامها في التدريب، وأيضا سوف نرى كيف نستطيع القيام ببناء الموديل. فالخطوة الأولى أن أقوم بتعيين الـ Input والـ Output. فبالنسبة للـ Input سوف يكون هذه الصور RGB الملونة، ومن ثم الـ Output سوف يكون هذه الصور. لذا سوف أقوم بإنشاء Generator مولد، وذلك للقيام بإنشاء مجموعات من هذه الصور أقوم بانتقالها بشكل عشوائي من الـ Dataset. فالخطوة الأولى سوف نقول هنا مثلا قم بتعريف generator، نقوم بتمرير هذه list mask، وأيضا سوف نقوم بتعيين batch size ليكون القيمة الافتراضية 48. من ثم سوف نقول هنا قم بجلب هذه المعلومات والتي سوف نقوم بتقسيمها نسبة إلى الـ ID، سوف نقول data. من ثم سوف نقوم بإنشاء مخازن للـ Input والـ Output. فبالنسبة للصورة الـ Output Image تساوي القيمة الفارغة، وأيضا الـ Output الخاص بالماسك سوف تساوي القيمة الفارغة. من ثم سوف أقوم بإنشاء حلقة مستمرة While True، لأن التوليد سوف يكون مستمر. فهنا الخطوة الأولى نقوم بخلط هذه المعلومات، فسوف نقول مثلا Numby Random Shuffle لهذه الداتا. من ثم سوف نقوم بإنشاء حلقة فوق نسبة إلى الـ ID الخاص بهذه الصورة، وأيضا بالنسبة للمعلومات الخاصة بها فنقول ImageMask، يعني نقول هذه ImageID المتضمنة والمحتوى في هذه الداتا. بعدها سوف نقوم بقراءة هذه الصورة نسبة إلى الـ ID، فنقول هنا Image تساوي من imagery مشابهة للمعلومات التي قمنا بها في هذا المكان. فسوف نقوم بجلب الباث والtraining path بالإضافة إلى sample المعبر عن ID، فنقول هنا زائد ID. من ثم سوف نقوم بجلب الماسك، وذلك من خلال استدعاء التابع full mask هكذا نسبة إلى هذه المعلومات. ولكن نرى هنا كيف أن الأبعاد الخاصة بالصورة هي 3 dimensions الطول والعرض بالإضافة إلى channel الخاصة بالألوان، بينما هنا لدينا معدل. دعوني أتأكد. إذا قلنا مثلا بالنسبة لهذه result قم بجلب الشيف، نرى هنا كيف هي معدل، بينما بالنسبة للصورة الخاصة بها image سوف تكون 3 أبعاد. لذا سوف نقوم بحل هذه الإشكالية من خلال إضافة بعد إلى الماسك في النهاية، فنقول مثلا من نمبر expand the dimensions لهذه result، ونقول مثلا under axis يساوي 2 أي في النهاية. لنرى نقول shape نراها بهذا الشكل، أو نستطيع القيام بالاختصار فنقول هنا ناقص 1. أيضا تعمل ممتاز. إذا الآن سوف أقوم بجلبها هكذا، ونقول في هذا المكان هذه الماسك قم بتوسيعها هكذا، وفي نهاية المطاف سوف أقوم بإضافتها إلى هذا المكونان هكذا بهذا الشكل زائد تساوي، وهنا أيضا.
بالنسبة لي الإيمج. وفي حال كان السايز الخاص لإحداهما مثلا أوت إيمج هو أكبر أو يساوي هذه القيمة فات سايز، عندها قم برد هذه القيم، فنقول هنا يلد، وذلك للإيمج وللماس بعد القيام بتحويلها إلى الري. طبعا هنا هذه القيم سوف نقوم بتحويلها بين الصفر والواحد، لذلك سوف نقوم بتقسيمها على 255 كقيمة float. وأيضا لدينا number array لهذه الماسك، وبما أن قيمها هي إما واحد أو صفر، لذلك سوف نقول مثلا قم بجعل dtype يساوي float، ومن ثم سوف نقوم بجعل هذه القيم صفرية مرة ثانية للقيام بالتهيئة. تمام، لنرى إذا قلنا هنا قم استدعاء الجنريتر وقم بتوليد جنريتر train من هذا الجنريتر بعد القيام بإدخال المعلومات، فمثلا سوف نقوم بإدخال train image هكذا، والباش سايز محددة مسبقا ولا داعي للقيام باستخدامها، ولكن فإنها تعمل دون مشاكل. من ثم سوف نقول train x وأيضا train y تساوي next لكي نستطيع القيام هنا استدعاء اليوم والقيام بالبريك نسبة لهذا الجنريتر. لنرى، تمام، فتم ذلك دون مشاكل، ممتاز. لنرى إذا قلنا هنا هذه الترين x بالنسبة للشيك ينبغي أن تكون 48 نسبة للباتش، ومن ثم 768 3 ممتاز. بينما بالنسبة للواي سوف تكون هذه نفسها ولكن هنا واحد، دعني أتأكد. وعن هذه out mask لنرى، تمام، إذا هي تعمل دون مشاكل. إذا أردنا القيام بعرض إحداها مثلا سوف نقول هنا image show نسبة لقيمة محددة عند الصفر مثلا، وهذه plot نراها بهذا الشكل. إذا أردنا القيام باستدعاء الواي بهذا الشكل، ممتاز. مثلا 10 لدينا سفينة واحدة، سوف نستطيع القيام بالعثور على أكثر من سفينة، لدينا هنا أكثر من سفينة. إذا قلنا عند الواي نراها بهذا الشكل، ممتاز. إذا سوف نقوم باستخدام هذه الداتا للقيام بالتدريب على أساسها، وفي كل مرة نقوم باستدعاء النكست سوف نقوم بجلب هذه العينات والتي عددها 48. بالنسبة للتست هكذا سوف نقول هنا قم بتوليد أيضا جنريتر خاص بالتست مع باس سامبل مثلا 800 أو 900، عدد كبير. لنرى، تحتاج بعض الوقت للقيام بجلبها، ولكن إذا قلنا هنا بالنسبة للتست عند الاكس قم بجلب الشيء وعن هذه التست. لنرى الآن ينبغي أن تكون نتيجة 900 768 768 بثلاثة، تحتاج بعض الوقت للقيام بتوليدها، فهنا ما زال هذا المربع يعمل. طبعا أيضا من جانب آخر حجم الصورة في حد ذاته كبير، ف 768 حجم كبير جدا للتدريب على أساسه، لذلك للاختصار نستطيع القيام بضغط هذه الصورة وجعل حجمها أقل من خلال القيام بالسيف أكثر من خطوة عندما نقوم باستدعائها، بشكل مشابه لما رأيناه عندما قلنا هنا في هذه الخوارزمية قم بالسير خطوتان خطوتان. فمثلا إذا أردنا القيام بذلك نرى هناك كيف قام بجلبها 900، فهي تعمل دون مشاكل، وكذلك بالنسبة للواي. ولكن الاختصار ولجعل هذا الحجم أقل، فمثلا قبل القيام هنا بإسنادها سوف نقول مثلا هذه الإيمج قم بجعلها مثلا السير ثلاث خطوات، وهنا السير ثلاث خطوات، وكذلك بالنسبة للماسك.
لنا لا بعد الوقت. ممتاز، فنرى هنا كيف قمنا باختصار وجعل السازل الخاص بها أقل مما كانت عليه. وأيضا إذا أردنا القيام بعرضها فأعتقد لن يكون هناك إشكالية، فإذا قلنا بلوك image show للأكس مثلا عند الصفر فنراها بهذا الشكل بلوك figure بلوك image show للواي عند الصفر بهذا الشكل. إذا هي تعمل دون مشاكل. وكذلك بالنسبة للترين ممتاز. فالآن سوف نقوم باستخدام هذه الداتا وهذه التوابع التي قمنا بكتابتها للقيام بتدريب الموديل، ولكن الخطوة الأولى علينا القيام ببناء هذا الموديل. فعليا سوف نقوم بالبناء نسبة إلى بنية شهيرة تسمى U Network، ولكن دعونا نتوقف هنا لنكمل معكم في الدرس التالي ونرى كيف نستطيع القيام ببناء هذا الموديل وتدريبه على أساسه. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.